حتى يغسلها ثلاثا إلى سدح قور وكرقي نبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلي سببت السداس وضدك وأمره إلا ذا يحكم ذا كجرت وشاقر رسول صلى الله عليه وسلم وحبير فإن أحدكم متكين لا يدري ما أوقع أين ماشي باتت يده قعنتي سوى حالي باريسي قفكي حالي قعنتي سوى ماشي ساحتي أو أي باريسي ما أوقيد أدوه ما أوقيد ماشي قعنتها ساحتي ربما وحلقي يا با مالا حساسية قعنتي نادي ساقو حوغانيسي أدوه نادن أوقين مالا حساسية خطيرة أو إن أدماركتا دبركا قعنتا أدماركتا ساقو حوغانيسي ayaa badii kartaa aduguna aadan ogeyn la qof marag iska hurdaya ayaa dheedo dareenkiisu uu maqan yahay marka waxa weey shariicada labay u qaybsamay mu'allala iyo ghayru mu'allala tacbiir kalena waa laga cabiraa oo waxa weey macquulul macna iyo ghayru macquulul macna labada cibaarada waa isku mid shariicada labadaas u qaybsamayo macquulul macna iyo ghayr macquulul macna wax ilaahay nagu adoonsaday oo sababta iyo xikmadda aanan garanayn laakiin ilaahay uu u garanayo waxna shariicada waxa weeye waa macquulul macna oo xikmadana loo amray ayaan fahmi karnaa oo nabigu uu noo sheegay sallallahu alayhi wa sallam masaladani taasi kamid macquulul macna gacanta markaad hurdada ka soo toosay saddex goor dhaq nabigu sallallahu alayhi wa sallam ciladeeda iyo xikmadda isaga noo sheegay oo nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu waxay culimada ay ahlul xadiiska ay sheegaan حديث كان عن نن اعتراضي ووحو يرقفك سوسا كو اوغين حالي ماشا قعنتيسو اي تاتابانيسي مقفو حاجر وسن اس اوغين قعنتيسو ماشا اي تاتابانيسي انو وان اس اوغا هيوير نبي قو مركا كوهر اماني او اعتراضي صلى الله وسلم وبارك عليه مركا علماء اهل الحديث كو حير اهل ننكي صبحي وحواق وسو بريي قعنتي الى فريهي سوردن او دبر كان نحديسة كو نحجرت او كو نقاقضي وعقوبة من الله مركي او اعتراضي احاديث دي نبي صلى الله عليه وسلم وكهر يمد الهي وحكو عقابي قعنتي سيو الضبادي يعني كل حجرته وهردي وكسو توصي مركي وحاوي نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه الهي أنه يرزاقنا النبي كإذب قادنا احاديث دي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه إمام النووي رحمه الله تعالى كتاب كيس بستان العارفين ليراهو قصاك لو حكو شيئا ننا وحو مغلي حديث كان النبي صلى الله وسلم وبارك عليه ونبي كبير صلى الله وسلم وبارك عليه إن الملائكة لتدع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب ملائكة قفك علمك أصعدة دريق مركو صامر أيه قربه أرهار عسى يعني الرال أي كرال لتهاي وحق أصعدة ويرى النبي صلى الله عليه وسلم نينك مركو حير السورة قل ماها دريق انت هسان مريه وح ملائكنا كماركنو marka koba waaweyn soo qaatay oo masamir imaam nawwi ku sheegay kitaabkiisa bistaanul aarifin masamir uu ku tixay kobihi markaas uu isagoo nabiga ku jeesay xadiiskiisa sallallahu alayhi wasallam uu wuxuu yiri garbaha malaa'ikta oo jidka maragta ah garabka ii raaricinaysa ayaan kula istaagi wiil wi masamirtu soo qaatay saas uu 10kii ku soo aaday habeenkii ninkii meel walba jirkiisa ka duleeshay dhiiga iska furmay عقوبة من الله لما استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا البعض كفر فمات ساس مركز سوء الخاتمة وقل انتي نسأل الله تعالى أن يرزقنا تأدبا مع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه تأدبك يا نبي صلى الله عليه وسلم إن كأدب قادنا الله نسيه الله ننقو أرزقه وخدير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشيقه ووحي لا يحقي سويمت حديث كان مركز وحديث صحيح متفق عليه بخاري يا مسلم يا غيرك أيها صوصار وصحيح.